على الحدود السورية الأردنية العراقية، وفي مكان موحش، مكان صحراوي، بني مخيم اسمه الركبان. اجتمع فيه حوالي 10,000 سوري. تعرف شو صاير بمخيم الركبان؟ 1,000 عائلة سورية هربوا من إجرام الأسد واعتقاله. أكثر من 1,000 عائلة اليوم بحاجة لمساعدتكم، تبرعكم وصوتكم. هاي العائلات بتفتقد لأدنى مقومات الحياة، عدا عن تهجيرهم وفقدهم لأفراد مع عائلاتهم وممتلكاتهم، بيسكنوا من سنين طويلة بخيم بسيطة. أوضاع إنسانية سيئة، شح بالمياه، نقص بالمواد الغذائية، تسمم بالعقارب، وأمراض كتير، وغيرها وغيرها. الوضع كارثي صح؟ بس أنت وأنا قادرين نساهم بالتغيير. تبرعوا مالنا غير بعضنا البعض ورب العالمين. فريق ملهم التطوعي أطلق هذه الحملة استجابة لأهلنا بمخيم الركبان. من خلالها رح يتم تأمين الخبز والحليب والمياه للأطفال والعائلات كمحاولة لتحسين هذا الوضع الكارثي. فيكم تتبرعوا من كل أنحاء العالم عبر الموقع الإلكتروني أو الاستفسار بالرسالة لتزويدكم بالمعلومات حول طرق التبرع المتوفرة. إذا مو قادر تتبرع، فعلى الأقل ساعدنا بالنشر. بإمكانكم مشاركة الحملة، تداول أخبار المخيم بين الأهل والأصدقاء، ورفع الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي. ولا تنسى، مساعدتك رح تكون عون وأمل لهم، ورح تصنع فارق كبير بحياتهم ليحصلوا على أبسط حقوقهم. أكثر من 1,000 عائلة اليوم بحاجة تبرعك ودعمك حتى تنتصر مقاومتهم وتهزم معاناتهم. تبرعك للحملة رح يساهم في تأمين مياه صالحة للشرب والخبز لأهالي مخيم الركبان. أنقذوا مخيم الركبان الموجود على بعد عدد معين من الكيلومترات، في منطقة قريبة جغرافيا ولكن بعيدة كل البعد عن الحياة. فلا تتردد وساهم على حسب استطاعتك. أنقذوا مخيم الركبان.